اسمها كنزة، توحمت اليوم على الرفيسة فغوّتت على رجلها إدريس. خرج إدريس من الكابينة مسرعا وقال لها: اش كاين؟ صبحت نتوحم على رفيسة، جبيت دجاج بلدي مسمن بالشش، البصلة حمراء والحلبة والإقامة وسربي في ساعة. نظر إليها إدريس مصدوما وخرج ليتقضى، وبعد ساعة مجانية عاد ليقول لها: 50 درهم اللي كانت في جيبي، هادشي اللي جابت لي. نظرت إليه كنزة كاعية وخسرت الهضرة. الحاجة مينة سمعت كل شيء على أذنها، سمعت كنزة وهي تسب إدريس من الصمتة للتحت. الحمارة الأخرى عندما سمعتها تخسر الكلام مع إدريس لم أشعر برأسي، فرفعت الكسكاس وصورته في وجهها فخرجت الصورة كولور. ماذا تريدني أن أفعل؟ What do you want I do? Que horror, Dios mío! يا إلهي، يا للهول، لقد ضربتني على غفلة، ولو جاءتني فاس لكنت قد خويت لها. لن أنساها لها ما حييت، وإن بقي في عرق واحد يضرب، واحد فينا سيخص في هذه الدار، إما هي وإما هي. أي أو أي زلت حمانين. عندما سمعت كنزة وهي تخسر الهضرة لم تعد تظهر لي كامرأة جميلة. إنها كانت تشبه إلياس المالكي وتشبه ولد الشينوية. زوند إلياس المالكي وزوند ولد الشينوية. سيبوزون مانتنون كومون أموغو حمزة. لنفترض أن حبيبي حمزة جاء الآن ليخطبني وسمع هذا الكلام الخاسر، ماذا سيفعل؟ سوف يستأنف على الخطبة، وإذا استأنف على الخطبة سوف أبقى بلا زواج، وإذا بقيت بلا زواج سأبور مثل وهيبة، وإذا برت مثل وهيبة سأخرج إلى الطريق عادي. Je sors à la route. نورمال. تفول فميلة كديرة. تبا لهذه الأسرة الملعونة، لا أكل جميل، لا لباس جميل، لا مستقبل مضمون، لا ويفي قوي ومتواصل، لا بلق يطل على البحر. لقد منعوني من تربية الشعر، ومنعوني أيضا من تربية مالينوا. ألا أستحق أن أعيش في السويد ويكون اسمي رضوان؟ تبا لهذه القبيلة المعكسة. تفولة قبيلة معكسة. في هذه الدار كل واحد يشد قنتا. كنزة تطيب لرأسها. الحاجة غاضبة. إدريس أبتلي بالكالة. المهدي يشرب كيتشوب والعصير. أما أميمة، حمزة بيبي بوكوا تو فيان با شي موا؟ يا حبيبي يا حمزة، لماذا لا نهرب أنا وأنت؟ نذهب لطنجة نجمع اللعاقة، ومن هناك نذهب لتركيا. لا لا، تركيا ضربها الزلزال. نذهب للإمارات عند بنت تجيئنا رائحة الشحمة في الشاقور. أنا أموت عليك. Je meurs sur toi. هل يستمر الحال على ما هو عليه؟ Mi primo che trabaja en el hospital. عندي ولد خالتي يخدم في ميريزغو، وقال لي: أزور لك شهادة طبية فيها 4 أشهر حتى تمشي الحاجة على عينيها ضبابة. عندي رجل عمتي يخدم في كوميسارية سيدي عثمان، قال لي: نلصق لها منتيف الفساد، إهانة موظف، تزوير امتحانات المحاماة، وبيع البترول الروسي للمغاربة بالدقة على الأنف، دعيني أغرقها. وعندي أيضا صاحبتي تقصر مع قاض مشهور، قال لي: اضربيها على حسابي، كلمة رجل. بالابرة دي عمري. لسن تميك الفلي. اسمعني جيدا، الذي حدث لنا بسبب الرفيسة ليس سببه إدريس أو كنزة أو حتى أنا، سببه الذين غلوا علينا المعيشة. الله يحرق رئتهم ورئات أمهاتهم. The mothers too. خويا الله يحفظك، هالجملة الأخيرة اللي قالت الوالدة بلا ما تديرها غتجبدينا غصداع. الوالدة راه فيها الزهايمر. هو اللي فيه الزهايمر، المدلول الآخر. أما خالتي ما قالت كلمة ديال العيب، وهادوك زادوا علينا السلعة وغلوا علينا المعيشة. ها واحد ليهم وها واحد ليهم، حاشا المشاهدين.